اللي دا يحصل كأنما الفيسجون عبارة عن بورصة اقتصادية من نوع خاص فيها كل الأوصاف بالإطعام، أكو شبهات الإطعام، ما يتعلق في الخدمات اللي تقدم نزلاء، موضوعات اللي تفضلت بها السيدة الضيفة أنه قضية الأغذية وما أغذية والحانوت وتفاصيله وإجراءاته والهواتف حتى فترة المقابلات، كل هذا باعتباره تصير عبارة عن جزء من الأشخاص. مع الأسف دكتور من جاي يدير هذه البورصة؟ قسم من الأشخاص اللي هم العاملين في هذا الملف أو قسم من الأشخاص اللي هم يستغلون العوائل بالنسبة عوائل السجناء وكذا ويقومون بهكذا أدوار، وهناك كثير من التفاصيل اللي تتعلق بوجودهم في هذا الملف. قد مقدار التداول المادي في هذه البورصة حالها حال مزاد العملة دكتور فاضل؟ يعني أنت تفضلتي على إذا حكينا على الأعداد وإذا نتحدث على 90,000 شخص وإحنا إذا نقدم خدمات كدولة بين الإطعام وبين الخدمات الأخرى، يعني قصدي الخدمات التي تقدم للنزيل سواء الكهرباء سواء جانب الصحي سواء جانب الخدمي سواء جانب الملابس تفاصيل كذا كذا، هذه الرادلة مجموعة من الخدمات إذا قسناها إحنا إذا نصرف عن نزيل كل شخص باليوم 90,000 دينار كخدمات شاملة، بس بالأكل مثلا إحنا إذا نصرف على الشخص 9,000 دينار، إذا قلنا 90,000 وعدنا إحنا 90,000 نزيل وقيسي أنت باليوم إيش قد بالشهر إيش قد بالسنة إيش قد، هذا مو منظومة عادية حتى نتحدث عن مبالغ بسيطة. نسبة الفساد بهذه الأرقام دكتور؟ لا النسبة كبيرة جدا، وكان هناك إجراءات تحقيقية ولجان شكلت من مفوضية حقوق الإنسان من وزارة العدل بذاتها، أيضا كان هناك لجان كثيرة جدا من لجنة برلمانية في لجنة حقوق الإنسان، كان هناك مؤشرات كثيرة تتعلق بشبهات فساد، وأيضا كانت هناك معالجات بالفترة الأخيرة الأخوة في وزارة العدل كان لهم يعني إرادة وخصوصا من الأخ الوزير ودارة حقوق الإنسان ودارة الإصلاح إرادة في تغيير ما حصل.